استهدي بالقلب من غير اي حاجه والله العظيم مطلعين الغساله بره الصاله وكنا هنخلص فيديو ونرجعها تاني مكانها من غير اي حاجه بتتكسر. ما تخافيش يا ماما احنا ما شغلناش الغساله بس كنت بصور الفيديو، لكن لو انا كنت عملت كده كانت هتشتغل. ايه ده ايه ده في يا ماما والله في الميزانه. انت اللي قلت لي جيب الغساله الصاله صح؟ وديكي شفتي قدام هو اللي كسرها انا مالي. هنا بقى في البيت ده هو يكسر وانت تشيل. لا هو يكسر وانا اهرب. استنى خدي هو كان في البحر. ايه ده يا زباكس؟ الكلام ده بتاعنا احنا؟ الله يخرب بيتك يا زباكس، تعالى دوس انا نتمرقع ممكن قبل الامتحان باسبوع مش هنعمل اي حاجه، هنلحق نذاكر وهنلحق نلم منهج في اسبوع وهنلحق نروح دروس اصلا يذاكروا لنا ونلم منهج في الاسبوع ده. الله يخرب بيتك، احنا ما عندناش حل واحد ان احنا نروح الامتحان ويكون اصلا الامتحان معانا قبلها. انت هنعملها ازاي ان شاء الله يا فالح؟ انت بتفكر فيها اصلا يا زباكس؟ سهله، هي سهله. احنا بص ممكن نروح نعمل ايه؟ عندنا حل من اتنين. اول حل يا زباكس ان احنا نروح بيت الوزير نفسه ونزل الامتحان من عنده هناك، او الحل التاني ان احنا بقى نخش نهكر صفحه الوزاره وناخد الامتحان من عليها، وفي الحالتين هنعرف ننجح. انت بتقول ايه؟ صدق انا مع انك غبي بس ساعات بيطلع منك حاجات كده جامده. طب ما حلوه دي، احنا نتعلم الهكر ونروح نهكر الصفحه ويبقى معانا الامتحان ونخش بيه. انت عايز تحبسنا يا زميكس صح؟ تعبت يلا. موضوع ايه يعني؟ جوجل بيحل اي حاجه. ازاي اتعلم الهاكينج؟ كل دي اكواد احفظها فيها جعان هحارب بعدين ايه كل دول وايه المود اللي انا فيه ده؟ الباشا بيعمل ايه؟ بذاكر يا ماما، مش شايفاني بقالي اكتر من 3 4 ايام قاعد بذاكر؟ سيبيني حل النبي عشان عارف. ربنا معاك يا حبيبي، ربنا معاك، مش مستريح حالك. الباشا بيعمل ايه؟ واحد امتحانه كمان يومين، فكرك قاعد بيعمل ايه يا بابا؟ بلعب بذاكر يعني في ايه؟ طب عشان موحدتك الجميله دي خش بقى تلاقي اعمل لي كوبايه شاي وقول لي ما هي في ايدك عشان اروح ارميها واقول لك اعمل لي واحده غيرها. من هنا يا حاضر. يلا سامح يا بابا، ابويا يا بابا يعني يوم بفكر هكر هكر ابويا. تمام. طب هكر له ايه؟ مالي حساب بنكي ومفيش حاجه ليه؟ طب اتكلم نفسك جوه يلا ما تنساش في دقه تعمل كوبايه الشاي. طب مصمم؟ حاضر يا بابا من عينيا. تعالى انا هحبوك لغايه اصغر خطر في الدنيا. حاضر. انا هعمل لك احلى كوبايه شاي تمشيك من البيت كله. هقدرك ايه؟ هقدرك ايه؟ ما بقاش الوقت. انا هلعب لك فيها عشان اضربك.